ما حطت الحرب في تعز إلا لتبدأ من جديد، وما انتهى خلاف إلا ليبدأ آخر، وما أفرغ الناس من مشكلة إلا لينشغلوا بأخرى. إنها متوالية من اللا استقرار واجتراح الهموم لمدينة يراد لها إدمان الفوضى والعيش على ضفاف الخوف. كل حل أصبح مشكلة، وكل مشكلة تضيف لنفسها مزيدا من التعقيد. تلك هي النتيجة النهائية التي وصلت أو أوصلت إليها تعز وتعيشها الآن. أبو العباس وكتائبه أكثر من يجسد هذه المتوالية. تمرد الرجل على الجيش ودخل في صراع مباشر معه، وحينما اجتمعت تعز واتفقت على الحل الذي قضى بتسليم الرجل للمواقع التي كانت تحت سيطرته وافق، لكن موافقته على ما يبدو كانت بداية لشيء قادم فيه قليل من الغموض وكثير من التوجس. فالرجل الذي سلم مرغما بإرادة الدولة والأهالي أصدر أمس الأول مطالبة بتأمين الرحيل له ومن معه عن المدينة. يفهم الكثير أن وراء هذه المطالبة سعي ربما لاستعطاف الناس بتصوير أنه هاجر بعد أن ضاقت به المدينة ومن معه، وفي ذلك استدعاء لفكرة الهجرة في الموروث الإسلامي التي تحرص التيارات السلفية على إعادة تمثيلها كلما سنحت الفرصة لذلك. أما الواقع أن تعز كانت المدينة التي احتضنته حينما هجر فعلا. وأيًا يكن، فما احتواه خطاب الرجل الموجه للسلطات الشرعية والتحالف العربي يؤكد أن الهجرة التي يسعى إليها ليست لوجه الله ورسوله كما هو في الأثر، بل لمآرب أخرى. هذه المآرب يعلمها يقينا أبو العباس ومن يقف معه ويخطط له.